السلام عليكم الزملاء الأول، إن شاء الله راكم لاباس. معكم دكتور بنقطة عبد الرحيم، مختص في أمراض الغدد ومرض السكري. كما هو مبين في العنوان، يعني مع اقتراب شهر رمضان يعني يبدأ السؤال ويبدأ المرضى يتساءلون، يعني نقدر نصوم رمضان ولا ما نقدرش نصوم؟ هذا بالنسبة لمرضى السكري. يعني في هذا الفيديو ما راحش يعني نقول ولا نحدد اي واحد شكون هو اللي راح يصوم ولا شكون هو اللي ما يصومش، هذا يقوم به الطبيب المختص المعالج. لهذا ندعو كل مريض السكري في هذه المرحلة انه يروح يعاود يشوف طبيب المعالج قبل رمضان باش يعطيه النصائح وينصحه لرمضان. رمضان مازال ابتداء من يوم اقل من شهرين. لهذا طرحت سؤال البارح في الصفحة، يعني طرحت يعني بوست وقلت فيه يعني أن الصيام مريض السكري ليتناول الحبوب ممكن أصعب ولا أخطر من الذي يدير الأنسولين. لماذا؟ يعني سوف نفسر هذا يعني بطريقة سهلة وبسيطة. احنا مختصين في السكر، يعني مريض السكري واش نقولوا له قبل رمضان؟ قبل رمضان نقولوا له يدير التحاليل ويجيب الدواء تاعو ويجيب لو سيكل غليسيميك، يعني قياس السكر في يده، باش نشوفوا يعني هل هو يمكن يصوم ولا ما يمكنش. يعني احنا الاطباء يعني عندنا يعني النظره وعندنا يعني لا ريسبونسابيلتي اننا نقولوا للمريض يصوم ولا ما يصومش، وهي يعني مسؤوليه يعني كبيره، مسؤوليه يعني شخصية ومسؤولية أمام الله. يعني أنا نقول للمريض يعني فطر رمضان، ما هيش سهلة كما يظنوا الناس، ولكن إحنا الفائدة ديالنا هي صحة المريض. بصفة عامة مريض السكري اللي يكون السكر تاعه غير معتدل قبل رمضان نقول له ما تصومش رمضان لأنه فيه خطر عليه. ومريض اللي يدير الأنسولين وحدة زوج ثلاثة ولا أربعة، يعني النصيحة العامة هو أنه ما يصومش رمضان. لكن كاين بعض المرضى اللي يصوموا رمضان هما بالأنسولين، ممكن بدون موافقة الطبيب، يعني وممكن بموافقة الطبيب. يعني كاين اللي الطبيب يوافق أن مريض السكري يصوم، ما فيش إشكال. إذا لما الإنسان يكون عنده الأنسولين ويصوم، دونك ياخذ حذره أكثر، الطبيب راح يقدم له نصائح اعمق، والعائله تاعو راح تعسوا، هو تعسوا في نهار رمضان، وراح يقيس سكرو بزاف، وراح ياخذ حذره اكثر. لهذا يعني نقولوا الخطر كاين، ولكن كاين ثاني لا سيرفيونس، الناس المحيطه به هو نفسه يعصروا. هذا من ناحيه يعني صيام مريض الانسولين. لكن صيام الانسان لياخذ غير الحبوب، وهذا هو يعني الموضوع تاعي الاهم اليوم، الاهم هو الانسان اللي يتناول حبوب السكر. اذا كان يتناول مثلا الجليكوفاج، الكاشيات هذوك الخشان، هذا يعني ما فيهش خطر انه السكر يهبط له، دونك يا با دو ريسك ديبوغليسيمي. هذا الجليكوفاج ولا لي جينيريك، دونك ما فيهش خطر، لانه الجليكوفاج يقوم بتخفيض مستوى السكر بواحد الميكانيزم، ومن ثم ما فيهش خطر انه يدير ديزيبوغليسيمي. مام هذا الانسان اذا شاف روحو عيان في نهار رمضان لازم يفطر. الان الانسان اللي يتناول الجليكوفاج ويتناول معاه حبوب اخرى، هنا يعني المعلومه اللي الكثير ما يعرفوهاش، هذه الحبوب الاخرى هي لي سولفاميد، عائله لي سولفاميد، لا فامي دي سولفاميد. عندنا يعني المشهورين جدا، ما رانيش ندير لا بوبليسيتي هنا، هو عندنا اماغيل ولا لي جينيريك ديالو، وعندنا دياميكرون ولا لي جينيريك ديالو. كيف تعمل هذه الحبوب هذه تاع السكر لي سولفاميد هذو؟ يقومون بتحفيز البنكرياس لصناعه الانسولين. Donc ils vont faire une stimulation du pancréas pour la sécrétion de l'insuline. معناتها الانسان اللي يتناول الحبوب راه يفرز الانسولين بهذه الطريقه. كل انسان اللي يدير الانسولين،
لأنه معروف أنه الأنسولين هو المادة الوحيدة التي تقوم بتخفيض السكر في الدم. دونك هذا لي كومبريمي الأقراص يحفزوا البنكرياس باش يخرجوا الأنسولين. إذا هو ولا الإنسان اللي يدير الأنسولين عندهم نفس الخطر أنهم يطيح لهم السكر في رمضان، خاصة أنه الناس اللي تشرب لي كومبريمي بصفة عامة، يعني الناس تقول له أنت تشرب الكاشيات دونك ما فيش مشكل تنجم تصوم، دونك هو ممكن يستهزأ والطبيب ممكن ما يعطيهش يعني معلومات يعني دقيقة ولا ينصحه بأنه كاين دونجي ممكن، يعني في الأغلب الأحيان لا يعني ينصحوهم، وتلقى المام المحيط ديالو يعني ما يخلطش حذرو، يعني ما يقولوش بليك ما يشوفش بليك خطر عليه اذا صام، الوغ كو هو خطر كبير وكبير، لانه في رمضان الانسان راح ينقص الاكل، راح يكون ممكن يكون عنده جهد في لا جورني، عندنا العمل النشاط اليومي، الناس اللي تخدم في لي شونتيي في لي بيرو، الناس اللي تقرا اللي تتحرك، الناس اللي دير الرياضه، دونك كاين استهلاك للطاقه. واذا كان ما بدلناش في الجرعات تاع هاد لي سولفاميد هاد لي كومبريمي هادو، ممكن يكون تحفيز الانسولين اكثر من الاحتياج ورايح يدير ايبوغليسيمي، والايبوغليسيمي يعني هبوط السكر تاع لي سولفاميد معروفه يعني ما في الدراسات تاعنا انها صعبه وتطول باش تطلع، لهذا الانسان اللي يتناول هاد لي كومبريمي لازم الطبيب تاعو راح ينقص له الجرعه على حساب لي زاناليز وعلى حساب ليستوريك على حساب الدوسي ديالو، راح ينقص له الدواء ويسقم له الوقت وكيفاش راح يشرب الدواء، وفي بعض الاحيان نحبسوها هذا لي سولفاميد نحبسوهم ونمدوا نوع اخر من الاقراص تاع لي سولفاميد الفعاليه تاعها قصيره يسميوهم لا فامي تاع لي جلينيد. اذا المعلومه اللي حاب نجبد ليها الولها في هذا الموضوع انه الناس اللي تشرب الاقراص الصغيره هذه تاع السكر راه تقوم بانتاج الانسولين، راك كيما انت كيما اللي راه يدير الانسولين حقن، والخطر عندك اكثر لانه ممكن تستهزأ ممكن تشوف باللي ماهوش خطر عليك الصيام، اذا لو دونجي الخطر راهو كيف كيف، لانه يصراو بزاف لي زيبوغليسيمي والطب يعني ولي زانفيرمي يعني في لي زوبيتو نشوفوا حنا باللي عدد الناس اللي يجي بسبب السكر يطلع ولا بسبب السكر يهبط في رمضان كوارث كوارث، مالغري يعني رانا نفهموا فيهم مي مالغري سا يعني مازال رانا نشوفوا كوارث. واخر يعني حاله شفتها يعني غاضني الحال بزاف، انه واحد الراجل في عمره يعني 50 ولا 55 سنه يتناول هذه الحبوب الصغيره لي سولفاميد، عيط له ابنه انه يدير معاه جهد في المزرعه، هبط له السكر وطاح وتضاعف عليه هذاك الجرح اللي صرا له في رجله وبتروا له يعني صرات له اونبيتاسيون تاع القدم على جال هذاك لو سولفاميد مالغري كان سولفاميد نيميرو 2 ميليغرام. اذا حذاري وحذاري يعني من هذا من صيام رمضان بدون مشاوره الطبيب ولا بدون ما نعدلوا الجرعات تاع الدواء. فوالا هذا هو الموضوع يعني بصفه عامه، ان شاء الله دوك نديرو فيديوهات كي يقرب رمضان نزيدو نفهمو فيهم اكثر، الا كان عندكم اسئله زيدوا طرحوهم لنا، نديرو يعني فيديوهات اخرى يعني عن الصيام من الناس اللي تشرب ليفوتيروكس ولا اللي تشرب ليدروكورتيزون، ربي يوفقكم ان شاء الله.